كابتن حسن يوسف اعتزل؟ لا ما اعتزلش. كابتن حسن يوسف روح؟ لا ده رجع تاني يبقى هو كابتن نادي الزمالك. ايه القصه؟ انا السنه اللي قبل اللي فاتت الحمد لله لما كسبنا كل حاجه قلت خلاص بقى الحمد لله كويس قوي كده، والحمد لله الواحد مشي كبير ويطلع منها كبير. لا او ما تعتزلش ومش وقته ويعني الناس كلمت معايا وناس كتير وجمهور نادي الزمالك بصراحه، فقلت خلاص يعني انا كنت عايز اعتزل عشان هو ده الوقت اللي انا شايفه مناسب، لكن الحمد لله كنت قادر العب. جينا السنه اللي فاتت حصل اللي حصل، ما ينفعش بعد كل ده اسيب النادي بالصوره دي، يعني ما اطلعش زي ما بيقولوا كده. لعبت في النادي، خدت بطولات كتير الحمد لله، ما ينفعش في اخر سنه العبها ابقى طالع من الباب الصغير زي ما بيقولوا. قررت العب السنه دي كمان الحمد لله. ده سنه عند دي عند لسه في سنه طلع عند كمان. انا عايز اقول لك مكلفين فيك معانا ناس صغيرين من اللعيبه الصغيرين لما بنقعد نحكي شويه يقول لك يا عمو يعني تقعد تتكلم يقول لك اصل انا مواليد 97 تقول له انا كنت بلعب كاس عالم سنه 97 هو 97. لكن الاجواء ما بينا حلوه والله، وهم اخواتنا الصغيرين. وعايز اقول من خلال حضرتك ومن خلال برنامج حضرتك انا بشكر كل اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك القدام، وبشكر كل اللعيبه الجداد، وبشكر اللعيبه الصغيرين، وبشكر اللعيبه اللي ادت، وبقول لكم الف مبروك. وبرده من خلال حضرتك عايز اشكر مجلس اداره النادي على الدعم، لان اللعيبه دي جت بارقام مش قليله، واللعيبه دي معمول لها عقود مش قليله، فبرده مجلس الاداره قدر يوفر ده للفرقه. يشكر المستشار مرتضى طبعا، ما بخلش جدا على الفرقه باي حاجه، قال اللي انتوا عايزينه هتاخدوه للمسؤولين، لكن توعدوني بالبطولات زي ما انتم متعودين. وعدناه والحمد لله، مش هقول وفينا، احنا ابتدينا نحط رجلينا تاني في اول الطريق، لكن لسه المزيد. فرقه الهاندبول ما بتشبعش بطولات. طب في الجزئيه دي يا كابتن حسن، عشان برضو ندي للراجل حقه، لان ناس كتيره جدا كانت بتقول ان مرتضى منصور مش مهتم بالفريق الكره اليد، وما يعني الكلام اللي انت بتقوله ده بيوضح لا ان في اهتمام، وان رئيس النادي لا مهتم وبيدعم الفريق ورا الفريق. ابراهيم حضرتك انا هقول لك حاجه، انت متخيل ان في لعيب في الهاندبول ثمنه بتدفع فيه مليون ونص ومليون و700 وكلام من ده؟ عمرنا ما كنا بنسمع الارقام. طب احنا مشترين لعيبه بالاسعار دي؟ يبقى ده بخل. لا بالعكس، طبعا ده احنا مشترين خمس ست لعيبه. انت مشتري محمد علاء بلاي ميكر منتخب مصر، يحيى خالد باك رايت في منتخب مصر، اكرم يسري وينج رايت منتخب مصر عشان ما انساش، فلفل حارس مرمى منتخب مصر، وعلي حازم، علي حازم من احسن اللعيبه بتلعب في ناحيه الرايت وحاصل على بطوله الكاس وكسبان النادي الاهلي جوه النادي الاهلي. محمود السعيد دايره نادي الجيش القطري في قطر، جه ومتواجد معانا دلوقتي وجاي برده بارقام ومتسجل برقم، ولاجل الصدف يعني هو توأم اخوه كابتن النادي الاهلي كريم السعيد، بس هو بيحب يلعب معانا، كان بيلعب معانا في قطر. فطبعا انت جبت لعيبه بارقام كبيره وكلام من ده، فالنادي طبعا مشكور. لان عايز اقول لك حاجه، انت لو عايز تعمل اي تغيير احنا ممكن نقعد نتكلم، بس مين اللي هيدينا البوشنج او مين اللي هيدينا الباور؟ لازم النادي صح ماديا وكلام من ده. فالنادي واقف في ظهرك، مستشار مرتضى، مجلس الاداره، كابتن رحاب، كابتن حسام، المستشار احمد جلال، احمد مرتضى، كل الناس بصراحه طبعا استاذ رحاب ابو رجيله طبعا مفيش حد اثر خالص. وعايز اقول لك احنا مش زي ما بيقولوا كده، جهاز فني تعاقدوا معاه، جهاز فني يعني عايز اقول لك مدير فني ومدرب حراس ومدرب عام واحمال ومسير يعني احنا عندنا جهاز ساعات بيقف اكتر من اللعيبه، منظومه كامله، منظومه كامله. فالنادي وفر لنا كل حاجه. طبعا احنا كلاعيبه كبار او انا كلاكابتن الفرقه بشكرهم على كل الدعم، وانا بقول لهم من خلال برضو اللي هم بيعملوه معانا ان احنا لسه قدامنا المزيد، ونوعدكم ونوعد جمهور نادي الزمالك اللي هو طبعا بالنسبه لنا رقم واحد وعلى راسنا، ان شاء الله في بطولات جايه كتير.